موضوع مهم جدا من موضوعات الساعة يعتبر. دخلنا مضمار الحياة العملية كمحامين جدد، لابد أن نكون قدر هذه المسؤولية وقدر هذه الأمانة. قبل ما أتكلم عن الموضوع اللي إحنا هنتكلم عليه، لازم نشير الأول إلى موضوع الأمانة التي ألقيت على عاتق حضراتكم بصفتكم الجديدة بالتحاقكم بمهنة المحاماة. مهنة المحاماة تلك الرسالة السامية التي هي في الأصل رسالة وليست مهنة. المحاماة على مر العصور هي مهنة شاقة وتشق وتصعب أكثر في مثل أيامنا بسبب الظروف الاقتصادية والاجتماعية التي نعيشها الآن. كلما مر الوقت كلما ازدادت مسؤوليات المحامي، لأن المحاماة هي مهنة ورسالة تحمل آثام البشر. دايما في الواقع العملي لما بيجي موكل لحضرتك في المكتب عشان يسند إليك أمر قضية أو كلام زي كده، سواء هو ارتكب فعل مجرم أو لم يرتكب وزج باسمه في اتهام ما، أو نشبت بينه وبين أحد أقاربه أو أحد أصدقائه أو أحد أي أحد من أحد الناس مشكلة، بيجي المكتب حضرتك أنا عايزك تتابع لي القضية دي أو تمسك لي القضية دي أو تحل لي المشكلة دي. من لحظة قبولك لهذا الأمر أنت تحملت مسؤولية وأنت قبلت أن تحملي عنه ما قام به. لذلك الأمانة موضوع كبير. ربنا سبحانه وتعالى عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها، زي ما قال ربنا سبحانه وتعالى في كتابه بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا. المحاماة أمانة. بمجرد أن قبلت توكيل الموكل الذي جاء إلى مكتبك أنت تحملت الأمانة وتحملت اسمه وتحملت مسؤوليته، فتقول له اديني التوكيل وانت باشر أعمالك وباشر شغلك وأنا هقوم بالباقي لغاية لما تخلص له القضية بتاعته. ده كان مدخل بسيط عشان نعرف إحنا بنعمل إيه. لا، إحنا بنعمل حاجات كتير. إحنا عندنا أمانة ألقيت على عاتقنا بمجرد قبولنا أن نعمل في مجال المحاماة قبولاً اختيارياً. أنت اخترت أن تتحمل هذه الأمانة، فلا بد أن تكون قدرها ولا بد أن تكوني قدرها. في المجال العملي يواجهنا صعوبات كثيرة: زيادة عدد المحامين الموجودين، الذي تحاول النقابة العامة مواجهة هذا العدد الكمي الكبير بعملية التنقية التي قد تكون توصل علمكم إليها، ولكن أيضا في وجود التنقية لابد أن يكون هناك محام متميز حتى يستطيع أن ينافس في سوق العمل. لأي مهنة فيها سوق عمل، المحاماة فيها سوق عمل. من الذي ينجح في هذا السوق؟ إنه المحامي المتميز. كلنا محامين، ولكن من منا هو المحامي المتميز أو المحامية المتميزة التي تمتلك عناصراً تجعلها تنافس في سوق العمل؟ من الموضوعات الحديثة التي يغفل عنها الكثير
ولا نعلم عنها في المجال العملي سوى اسمها؟ موضوع التحكيم. موضوع التحكيم من الموضوعات المهمة التي انتشرت في الآونة الأخيرة، عقد دورات تحكيم في مركز كذا، دور التحكيم واحصل على لقب مستشار تحكيم دولي في كذا، ادفع كذا واستلم كذا وهكذا. النهاردة هنتكلم في التحكيم، يعني ايه تحكيم، ويعني ايه وازاي اخلق لنفسي فرصة عمل في مجال التحكيم الذي اصبح هو المجال الابرز في التقاضي على مستوى العالم بعد ظهور المنظمات العالمية والشركات التجارة الدولية وعابرة القارات وغيرها. تطلب الأمر وجود نظام يحكم في البداية العلاقات التجارية الدولية التي لا يستوعبها القضاء العادي في أي دولة مهما كانت متقدمة. جميع الدول حتى المتقدمة منها نظام التقاضي العام فيها يتسم ببعض الصعوبات وبالبطء وبالإجراءات الروتينية التي لا يحتملها سوق العمل في التجارة العالمية. لذلك اتجه العالم نحو طريق جديد لحل منازعات التجارة الدولية، كان في البداية مقصوراً على التجارة الدولية، فلجوا إلى نظام التحكيم لحل منازعات التجارة الدولية. ثم بعد ذلك تطور هذا الأمر إلى أن طال العديد من العقود، طال العقود المدنية والعقود التجارية والعقود الإدارية أيضاً التي والعقود الدولية التي تكون الدولة أيضاً طرفاً فيها. طيب إحنا بنقول الكلام ده ليه؟ إحنا بنقول الكلام ده عشان عايزين نخلق لنفسنا كمحامين فرصة عمل في مجال التحكيم، عشان ألتحق بهذا الركب الذي يسير ويتطور يومياً ونحن لا نعلم عنه سوى اسمه. التحكيم مجال مهم جداً، حضرتك ممكن تعمل فيه كمحامي وممكن تعمل فيه كمحكم إذا تنبهت وبدأت لدراسة التحكيم بمعناه المفصل والموسع. علشان نتكلم عن التحكيم هنبدأ بتعريف التحكيم، هنتكلم يعني إيه اتفاق تحكيم، وهنتكلم من هم أطراف هذا الاتفاق، وما هو محل وسبب هذا الاتفاق، وكيف تشكل هيئة التحكيم، وما هي الإجراءات التي يتم مباشرتها في خصومة التحكيم، ثم ما هي الدفوع، أوجه الدفوع الدفاع التي تقدم في خصومة التحكيم، وكذلك مسألة كتابة حكم التحكيم وتسبيبه وإصداره، وبعد صدور حكم التحكيم كيف يتم الطعن على هذا الحكم؟ هناك أوجه للطعن على حكم التحكيم الذي يعتبره القانون كما سنرى حكماً نهائياً، وإجازة الطعن عليه في بعض البلدان بدعوى بطلان حكم التحكيم. ثم نأتي بعد ذلك إلى الإشكالية الأكبر وهي تنفيذ حكم التحكيم، كيف يتسنى لي أن أنفذ حكم التحكيم بعد أن أصدرته أنا بوصفي محكماً أو صدر لصالح أحد موكليه محامياً عن المدعي أو المدعى عليه في خصومة أو دعوة التحكيم. ويأتي الأخطر من ذلك وهو الذي بدأ ينتشر في العالم المتقدم وهو التحكيم الإلكتروني. كل هذه الموضوعات نتناولها سوياً، نلقي فقط الضوء على الخطوط العريضة عنها، ثم تكون مهمتك ومهمتك أن تبحثي وتبحث في مجال التحكيم لتخلق لنفسك فرصة عمل
في مجال التحكيم، ولتواكب التطور الحادث والحاصل في هذا المجال على مستوى العالم. إيه هو اتفاق التحكيم؟ إيه هو موضوع التحكيم ده؟ التحكيم هو طريق استثنائي لفض المنازعات التي قد تنشأ بين أفراد أو دول بسبب علاقة قانونية معينة، قد يكون أساسها العقد أو غير عقد، فهو طريق استثنائي لفض منازعات ولحسم هذه المنازعات بصدور حكم فيها، سواء كان هذه المنازعة ناشئة عن علاقة عقدية أو علاقة غير عقدية. ليه بنقول إن التحكيم طريق استثنائي؟ التحكيم طريق استثنائي لأن الأصل أن هناك نظام عام، نظام قضائي عام في جميع الدول، هو الذي يقوم بحسم المنازعات التي قد تنشأ بين الأفراد وبعضهم البعض، أو بين المؤسسات وبعضها، أو بين الأفراد والمؤسسات، أو بين الدول وبعضها. هناك من القوانين ما يحكم مثل هذه العلاقة، إلا أن إرادة الأطراف قد تلجئ الأطراف إلى التحكيم باعتباره طريق استثنائي لما يحققه من مزايا لا توجد في طرق التقاضي العادية. تحدثنا في أن طرق التقاضي العادية تتسم بالبوط، تتسم بإجراءات معقدة، أما مسألة التحكيم فإنها لا تتسم بمثل هذا البوط الذي يقابلها في التحكيم في القضاء العادي أو القضاء العام. صحيح أن إرادة الأطراف هي التي توجب اللجوء إلى التحكيم، ولكن القانون هو الذي ينظم هذه العملية. عملية التحكيم ينظمها في مصر مثلا القانون رقم 27 لسنة 1994. ذلك القانون يعطي الأفراد والمؤسسات والشركات الحق في اختيار التحكيم كوسيلة لفض المنازعات التي تنشأ بينهم. اتفاق التحكيم هو عقد شأن جميع العقود اللي موجودة في الدنيا. كل عقد لازم يكون له أطراف، ويكون له محل، ويكون له سبب. الركن الركين والأساسي في عقد أو اتفاق تحكيم هو إرادة الأطراف. إرادة الأطراف أو إرادة المتعاقدين أو إرادة المحتكمين هي دستور التحكيم، دستور العملية التحكيمية. تبدأ خصومة التحكيم، وقبل بدء خصومة التحكيم ينشأ اتفاق التحكيم بإرادة الأطراف. بمجرد أن تم واتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار التحكيم طريقاً لحسم المنازعات، تغلي يد القضاء العام عن إصدار حكم في المسألة التي استثنيت بإرادة الأطراف وتم إعمالها باللجوء إلى التحكيم. اتفاق التحكيم له صورتين. الصورة الأولى، قد يرد اتفاق التحكيم كشرط يسمى شرط التحكيم، والصورة الأخرى هي مشارطة التحكيم. فاتفاق التحكيم له صورتان، صورة الشرط والمشارطة. ما هو شرط التحكيم؟ شرط التحكيم هو اتفاق التحكيم الذي قد يرد كبند من بنود العقد الذي يكتب لتنشأ عنه علاقة قانونية فيما بعد. يعني أنا النهاردة بأسس شركة، بكتب عقد شركة، عقد شركة تضامن، عقد شركة مساهمة ذات مسؤولية محدودة، أيا كانت الشركة وأيا كان غرضها، يحق لي كأطراف هذا العقد
أن أضمن هذا العقد أن جميع الخلافات أو المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد يكون حلها عن طريق التحكيم. إذا ما كتبت هذا العقد في عقد الشركة غلت ولاية القضاء العام عن هذه الشركة عما سيحدث عنها من منازعات أو إشكاليات، وأصبح التحكيم هو واجب التنفيذ عليها. متى يرد هذا الشرط ومتى يسمى اتفاق التحكيم شرطاً؟ يسمى اتفاق التحكيم شرطاً إذا ورد في البند في العقد الأساسي الذي تم بين المتعاقدين، كما ضربنا مثالاً لوقعة الشركة، ده بنسميه بند أو اتفاق أو شرط التحكيم، وده بيتم في بند من بنود العقد نفسه. وقد يرد في عقد مستقل حال تأسيس الشركة أيضاً أو حال كتابة العقد بين شركتين. يبقى عندنا شرط التحكيم، قد يأتي بند من بنود العقد، وقد يأتي في وثيقة مستقلة ينص فيه على أن المنازعات التي قد تنشأ بخصوص هذا العقد يختص بها التحكيم كطريقاً لحلها وتسويتها وإصدار قرار فيها. ده شرط التحكيم. طب إيه مشرطة التحكيم؟ مشرطة التحكيم دي بتتم بعد نشوء العلاقة القانونية بين أطرافي التعاقد. النهاردة أنا عملت شركة مساهمة فيها مجموعة أطراف، مشيت الشركة عادي، ما كانش فيه نص على حكم التحكيم، وبعدين حصلت مشكلة ما بين الشركاء، فيأتي هؤلاء الشركاء في هذه الشركة ويكتبوا فيما بينهم عقداً للتحكيم أو اتفاقاً للتحكيم، وتسمى بمشارطة التحكيم. سميت مشارطة التحكيم لأنها صدرت أو وجدت بعد نشوب المشكلة. يتم هنا النص في هذه المشارطة على المشكلة بعينها. اختلف الشركاء في تحديد الأنصبة، اختلف الشركاء في توزيع الأرباح، اختلف الشركاء في شراء أصل معين للشركة، فاجتمعوا على أن يكون التحكيم طريقاً لإنهاء هذه المشكلة، فيتم فيما بينهم صياغة عقد يسمى مشارطة التحكيم. لابد أن تنص هذه المشارطة على المشكلة التي يجب على الأطراف حلها بطريق التحكيم، على عكس شرط التحكيم. شرط التحكيم قلنا المنازعات التي قد تنشأ عن هذا العقد مستقبلاً أياً كانت. أما مشارطة التحكيم فلا بد أن تنصب على المشكلة التي يجب اللجوء إلى التحكيم لحلها. وقد يرد التحكيم متضمناً للصورتين، الشرط والمشارطة في عقد واحد أو في مشكلة واحدة، مع اختلاف سبب ومحل كل منهما في عقد التحكيم. قلنا الشرط ما قد ينشأ أو ينشب من خلافات، المشارطة ما قد نشب فعلاً، المشكلة الأساسية التي وجدت فعلاً بعد هذا الأمر. التحكيم بعد أن يرد في هاتين الصورتين، أنا هخصص لحضراتكم في نهاية المحاضرة 10 دقائق أو ربع ساعة لاستقبال كل الأسئلة. خلينا نأول بس نلم عناصر الموضوع كله، وبعد كده اللي ليه استفسار نجاوبه عليه. تسمحوا لي بهذا الأمر؟ تمام. اتفاق التحكيم عشان يعد اتفاقا معتبرا وعشان يعد عقدا ملزما لأطرافه، لابد أن تتوافر فيه عدة شروط. ما هي شروط اتفاق التحكيم؟ أولاً يجب أن يكون الاتفاق على التحكيم واضحاً بيناً جلياً مفصلاً، يعني لازم أقول في العقد بتاعي أن جميع المشكلات التي قد تنشأ أو تنشب عن هذا العقد يكون حلها بطريق التحكيم. ما ينفعش أقول أن هي يتم حل هذه المشكلات عن طريق الوساطة ولا عن طريق الصلح ولا بطريق آخر بخلاف القضاء، كل هذه عبارات لا تؤدي المعنى.
المعنى الوحيد الذي يضمن أن يكون هذا تحكيم وأن يتم صدور حكم فيه أن يكتب فيه أن التحكيم هو الطريقة الوحيدة لحل المشكلات التي تنشب عن هذه العقد أو المشكلات التي نشأت عن هذا العقد. يبقى عندنا عبارة واضحة وصريحة على الاتفاق على اللجوء للتحكيم كطريق استثنائي بدلاً من سلوك طريق القضاء العام. الشرط الثاني من شروط اتفاق التحكيم أن يكون مكتوباً. ما ينفعش أبقى عايز ألجأ للتحكيم وما يكونش فيه نص أو بند أو شرط صريح في العقد محل العلاقة القانونية لا يبيح لي اللجوء للتحكيم. عشان ألجأ للتحكيم لازم يكون عقد التحكيم أو اتفاق التحكيم مكتوباً. طب مكتوب إزاي؟ مكتوب بأي طريقة، يعني ينفع فيه إيه؟ يعني ينفع فيه إن هو يكون مكتوب كتابة مباشرة تحتوي على توقيع الطرفين في العقد المنشئ للعلاقة، وأن يكون أيضاً يمكن أن يكون التحكيم أيضاً عن طريق الكتابة غير المباشرة. ودي من الحاجات اللي هي المميزات لموضوع التحكيم، إنه يكفي فيه المراسلات البرقية والمراسلات النصية والمراسلات عن طريق الإيميل أو عن طريق الفاكس أو عن طريق الفاكس إيميل أو غيرها من الأمور. لابد أن يكون هذا الاتفاق مكتوباً، فلا يكفي فيه الاتفاق الشفوي لولوج طريق التحكيم كطريق استثنائي لحل المشكلة. من الشروط أيضاً التي لا يصح اتفاق التحكيم إلا بها أن يكون التحكيم فيما يجوز فيه الصلح. المادة 551 من القانون المدني حددت الأمور التي يجوز فيها الصلح، وبالتالي فجميع ما لا يجوز فيه الصلح كقاعدة هي ما لا يجوز فيه الصلح لا يجوز فيه الايه؟ التحكيم. لا يجوز التحكيم فيما لا يجوز فيه الصلح. زي ايه؟ الحاجات دي زي ايه؟ زي الامور المتعلقة بالحالة الشخصية، اللي هي زي امور الجنسية والنسب والأهلية، كلها امور تتعلق بالحالة الشخصية للشخص نفسه. فهذه الامور لا يصح ولا يجوز أن تكون محلاً للتحكيم. كذلك لا يجوز أن يكون محلاً للتحكيم الأمور التي ترتبط بقاعدة النظام العام، تلك القاعدة الكبيرة وبمسماها هذا العديد من الأمور. منها على سبيل المثال عدم جواز التحكيم في امتداد مثلا عقد إيجار. ينفعش ألجأ للتحكيم عشان أحسم مسألة امتداد عقد إيجار من عدمه، لأن ده بينظمه قانون الإيجارات. وكذا مسألة تحديد أجر عامل أو مرتب عامل، لأن ده بيخضع أيضا لقانون العمل. مثل هذه الأمور لا يمكن أن تخضع للتحكيم. ولكن في مسائل الأهلية ومسائل الأحوال الشخصية التي قلنا أنها لا تتخذ التحكيم طريقا لها، زي التطليق والخلع والنفقات والحضانة والنسب وغيرها، هناك أمور مالية تترتب على هذه الأمور يجوز فيها التحكيم. يعني عندنا مثلا قضايا التطليق يترتب عليها أمور مالية كنفقة المتعة ونفقة العدة وغيرها من هذه النفقات، يجوز فيها أن يتم كتابة شرط تحكيم تجوز فيه إلى التحكيم لإصدار حكم بهذه الأمور المالية التي تتعلق ببعض مسائل الأحوال الشخصية. طيب إحنا عشان نعمل حكم تحكيم، عشان أنا أبقى راجل كده محكم أعرف أصدر حكم تحكيم، لابد أن أتكلم عن صياغة اتفاق التحكيم نفسه. اتفاق التحكيم
اللي هو أساس عملية التحكيم. ما هو أنا بدون اتفاق على التحكيم مش هيبقى عندي لجوء للتحكيم. لازم إرادة الأطراف تتجه إلى اختيار التحكيم طريقاً بديلاً استثنائياً عن طريق القضاء العادي. لازم تتوافر للأطراف الإرادة الصحيحة الخالية من العيوب، لأنه عقد زيه زي أي عقد. العقود الإرادة ركن من أركان العقد، فلا بد أن تكون الإرادة صحيحة خالية من كافة عيوبها كالغلط والإكراه والتدليس والاستغلال وغيرها من عيوب الإرادة. بعد ذلك نبدأ في خصومة التحكيم، والتي يكون طرفيها المحتكمين هم المدعي والمدعى عليه، وما يترتب على ذلك من بدء خصومة التحكيم، والتي سنرى فيما بعد أنها تنعقد خصومة التحكيم بإعلان أحد الطرفين للطرف الآخر باللجوء إلى التحكيم. بعدها يأتي مرحلة حكم التحكيم. حددنا المدعي والمدعى عليه في التحكيم، وحددنا المسألة المراد التحكيم فيها، وقدمنا دفوعنا ودفاعنا. يأتي بعد ذلك أمر صياغة حكم التحكيم، كتابته وتسبيبه وحجز الدعوة، من بداية حجز الدعوة للحكم لكتابة الحكم وتسبيبه وإصداره وما إلى ذلك. ثم بعد صدور هذا الحكم يأتي الكلام عن الطعن في هذا الحكم. الحكم في التحكيم كما سبق أن قلنا يصدر حكما نهائيا غير قابل للطعن عليه، ولكن القانون أجاز أن يتم رفع دعوى بطلان حكم التحكيم. ثم بعد ذلك يأتي دور تنفيذ حكم التحكيم، وتنفيذ حكم التحكيم ده إشكالية كبيرة جدا بيحكمها القانون المصري واتفاقية نيويورك بالصدر في عام 1958. يعني احنا عندنا اتفاقية نيويورك في 58، والقانون المصري عالج المشكلة او دخل في التحكيم في سنة 1994. طيب، اتفاق التحكيم قلنا ان هو لابد ان ينطوي على عقد كامل لأركانه كما حددتها قواعد القانون المدني. اتفقنا على التحكيم، عملنا عقد التحكيم. نأتي إلى نقطة جوهرية في عملية التحكيم. أنا عندي منازعة فيها أطراف، في مدعي وفي مدعى عليه، عايزين بقى المحكمة اللي احنا نروح لها عشان تفصل لنا في حكم التحكيم، اللي هي بنسميها إيه بقى؟ اللي بنسميها هيئة التحكيم. كيف أشكل محكمة التحكيم؟ كيف يتم تشكيل هيئة التحكيم؟ قلنا إن الإرادة، إرادة الطرفين، هي أساس وهي دستور عملية التحكيم. فيتم تشكيل هيئة التحكيم من عدد فردي، 1، 3، 5، 7، 9، أيا كان العدد، دون ارتباط بحد أقصى لهيئة التحكيم. من الذي يقوم بتشكيل هيئة التحكيم؟ إنهم أطراف التحكيم، أطراف العلاقة التي لجأ أطرافها إلى عملية التحكيم. وثيقة التحكيم سواء كانت شرط أو مشرطة بيتم خلالها تحديد عدد المحكمين، إذا كان محكم 1 أو 3 أو 5 على ما أوردنا. طب ليه إحنا قلنا أن عدد أفراد هيئة التحكيم لابد أن يكون عدداً فردياً؟ دي قال لك علشان مسألة اسمها مسألة إنكار العدالة وتساوي الأصوات. ما ينفعش أن إحنا نبقى في أصوات متساوية، لأن كده مش هنعرف نوصل لحل، وهيبقى وصل دخلنا في مرحلة أو في فترة اسمها فترة إنكار العدالة، أو مسألة اسمها مسألة إنكار العدالة. فاشترط القانون واشترطت المواثيق الدولية واتفاقيات واشنطن ونيويورك وغيرها أن يكون عدد التحكيم عدداً وترياً.
قانون التحكيم المصري في المادة 15 منه نص على أنه يكون عدد المحكمين عدداً فردياً، يختارهم أطراف التحكيم أو من يفوضونه، يعني لأطراف التحكيم بنفسهم أن يختاروا المحكمين، يختاروا القضاة الذين يلجؤون إليهم لحل إشكاليتهم، وذلك لمصلحة التجارة العالمية كما سبق أن أشرنا. كيف يتم تعيين هذه الهيئة؟ النهاردة حصلت مشكلة في شركة كان منصوص في عقدها على اللجوء إلى التحكيم، ولم يتم تحديد أشخاص المحكمين وقت كتابة هذا الشرط. وقتها يجب على الطرف الذي يريد أن يلجأ إلى التحكيم إعمالاً للشرط الوارد في عقده أن يقوم بإختار الطرف الآخر، يقوم الشريك بإختار شريكه الآخر بأن هناك مشكلة نود أن ننفذ فيها اتفاقنا فنقوم باختيار المحكم، فأنا يا فلان اخترت المحكم بتاعي فلان الفلاني المحامي، يجوز له أن يختارك محكما في هذا الأمر ويعلن خصمه أو المدعى عليه في الدعوة باختيار الأستاذ فلان المحامي محكما لي، ولا بد أن يقوم الطرف الآخر بالرد أيضا عليه بكتاب على أي صورة على خلاف قواعد قانون المرافعات. عندنا في المرافعات لازم عشان الإعلان في محضرين وفي مواعيد وفي التحكيم ما فيش الكلام ده، التحكيم في إرادة الأطراف هي التي تحكم هذه المسألة، يكفي أنه يبعث لك رسالة يقول لك فيها إن أنا اخترت فلان الفلاني محكما لي فاختر أنت أيضا محكما وأخترني به، فحضرتك تختار المحكم بتاعك خلال الثلاثين يوم اللي هو بعت لك فيها الرسالة أو الإعلان باختيار هذا المحكم، ثم يقوم المحكمين معا محكمك ومحكمه باختيار المحكم الثالث وهو الذي يسمى المحكم المرجح، وهو الذي يعد رئيساً لهيئة التحكيم التي ستنعقد. يعني لو ما اتفقش الأطراف على فرد واحد يبقى هو المحكم، اتفقنا على اختيار الأستاذ خالد كمحكم، نحن الطرفين اتفقنا على ذلك بها ونعمت خلاص، يبقى الأستاذ خالد هو اللي هيتولى مسألة التحكيم. إذا لم نتفق على محكم واحد، أنا اخترت الأستاذ محمد وحضرتك اخترت الأستاذ خالد، يجي الأستاذ محمد والأستاذ خالد يختاروا الأستاذ عيسى عشان يبقى هو المحكم المرجح أو رئيس هيئة التحكيم، ده تشكيل هيئة التحكيم. طبعا يتسم هذا النظام بالبساطة التي تتناسب مع طبيعة العلاقات التجارية الدولية التي يهدف أصحابها إلى حلها بعيدا عن التعقيد والروتينية التي يتسم بها نظام القضاء العادي. طيب الأطراف اختاروا الأستاذ خالد كمحكما لهم، ما موقفه في هذه اللحظة؟ الأستاذ خالد محامي أصلا، ينفع أن هو يكون محكم؟ ينفع أن هو يكون محكم، لكن اختلفت صفته وقت أن اختاره الأفراد وفوضوه في حل مشكلتهم فأصبح قاضيا، أصبح محكما، أصبح حكمه إلزاميا لهما، أصبح حكمه نهائيا قطعيا لا يجوز الطعن فيه بأي طرق من طريق الطعن إلا عن طريق دعوة البطلان التي أشرنا إليها. فهنا تأتي المسؤولية وهنا تأتي الأمانة. حضرتك جاي كده أنت شغال محامي وبتدافع عن مصلحة واحد، الطرف بتاعك اللي أنت بتدافع عنه سواء كان مدعي أو مدعى عليه، وفجأة أنا لقيت نفسي قاضي لازم أحكم، فلا بد أن يتسم المحكم بالنزاهة والحيدة والموضوعية والشرف. لذلك القانون اشترط في هذا المحكم عدة اشتراطات، منها ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جناية أو جنحة مخلة بالشرف، وألا يكون محروما من ممارسة حياته المدنية بسبب هذا الحكم،
وألا يكون قد سبق فصله تأديبيا من وظيفة عامة، وأن يكون متسما بحسن السير والسمعة والسلوك بين أقرانه، لأنه لم يعد محاميا بل أصبح قاضيا يصدر حكما بصفته التي أولاها له أطراف هذه الخصومة. فالمحكم ليس خصما لأحد أطراف الدعوة، بل هو أصبح الحكم. ومن الشروط أيضا التي يجب توافرها في المحكم بعد حسن السير والسمع والسلوك وعدم منعه من ممارسة حياته المدنية بارتكابه جناية أو جنحة مخلة بالشرف، ألا يكون أيضا قد سبق شهر إفلاسه. ولكن القانون لم يشترط أن يكون هذا المحكم رجلا أو امرأة، فكلاهما يجوز أن يكون محكما. ولم يقصر أيضا هذا الأمر أمر التحكيم على رجل القانون، لا يشترط أن يكون المحكم محامي أو حصل على ليسانس حقوق أو رجل قانون، وإنما يجوز لأي شخص يتمتع بخبرة ما في مجال ما أن يكون محكما، ويصبح حكمه كحكم صادر من قاضي إذا اتجهت إرادة الأطراف إلى اختيار هذا الشخص. أيضا لم يشترط القانون في المحكم أن يكون مواطنا من مواطن الدولة، فيجوز لي كأطراف شركة أن نختار محكما أجنبيا من دولة أخرى. لا يشترط أن المشكلة بين أطراف مصريين فنختار مصري يبقى محكم أو هيئة تحكيم مصرية، لا، يجوز أن يكون المحكم أجنبيا. طيب السؤال الآخر، هل يجوز أن يكون المحكم شخصا اعتباريا؟ نعم، يجوز أن يكون المحكم شخصا اعتباريا، وهي ما تسمى مؤسسة التحكيم. هناك مؤسسات ومراكز كبيرة تتولى عملية التحكيم كقضاء، منها مركز القاهرة الإقليمي مثلا، ومنها ما يسعى الآن وما وضع الأستاذ النقيب العام الأستاذ سامح عاشور النواة له، وهي المحكمة الاقتصادية العربية، ذلك الكيان الكبير الذي سيتولى مسألة التحكيم في جميع المنازعات العربية الاقتصادية كرافد من روافد مجلس الوحدة الاقتصادية العربي. النهاردة مسألة التحكيم أصبحت من المسائل المهمة جدا، وللأسف إن كل التحكيمات التي دخلت فيها مصر خسرتها. ليه بقى؟ بسبب إن ما فيش كان عندنا اهتمام بموضوع التحكيم ودراسة لموضوع التحكيم. في الآونة الأخيرة تنبهنا إلى هذا الأمر، وبدأ يتم فيها دراسات كبيرة لمحاولة تفادي أخطاء الماضي. فيجوز أن يكون التحكيم أو المحكم شخصاً اعتبارياً. طيب إحنا خلاص كده عندنا قضية تحكيمية فيها مدعي وفيها مدعى عليه وفيها مشكلة عايزة تتحل، وشكلنا هيئة التحكيم، شكلنا المحكمة اللي هتقعد على المنصة عشان تحل هذه المسألة التي تم النص عليها صراحة في عقد الاتفاق أنها تحل عن طريق التحكيم، وسلبت ولاية القضاء العادي وأصبحت ولاية التحكيم، وأصبح التحكيم هو صاحب الولاية أو المحكم هو صاحب الولاية في الفصل في هذه المنازعة. كيف نبدأ إجراءات خصومة التحكيم؟ تبدأ خصومة التحكيم في اليوم الذي يتسلم فيه المدعى عليه طلب التحكيم من المدعي. زي ما قلنا من شوية، أنا النهاردة عندي مشكلة بيني وبين شريكي اللي اتفقنا في عقد الشركة على إن التحكيم هو الطريق، فأروح بعت له رسالة: يا فلان إحنا هنلجأ للتحكيم، وحضرتك حدد المحكم بتاعك وحددنا، وهنبدأ الخصومة تنعقد أصلاً كده بمجرد وصول طلب التحكيم إلى المدعى عليه. طيب في التحكيم المؤسسي
متى تبدأ ومتى تنعقد خصومة التحكيم؟ تبدأ بتسلم الأمانة العامة لهذه المؤسسة التحكيمية لطلب التحكيم. طلب التحكيم ده بيتكتب فيه إيه؟ هل هو صحيفة الدعوة زي ما بنعملها كده في المرافعات عشان أنا أرفع دعوة أيًا كانت لازم أعمل صحيفة الدعوة وأسلمها محضرين وأستنى لما أستلم المحضرين وأيد في والقصة؟ لا، طلب التحكيم أسهل من إجراءات رفع الدعوة عن طريق صحيفة. هو طلب يكتب يحدد فيه اسم المدعي وصفته واسم المدعى عليه وصفته وموضوع النزاع وطلبات الخصوم أو طلبات المدعي في هذا الطلب، ويعلن به المدعى عليه بأي طريقة من طرق الإعلان. لا يقيد التحكيم الإعلان بطريقة ما، فلا يعرف التحكيم نظام المحضرين، وإنما يتم الإعلان بافتتاح وبدء خصومة التحكيم بأي وسيلة يتم بها اتصال علم المدعى عليه بموضوع التحكيم، سواء كان ذلك عن طريق رسالة نصية، سواء كان عن طريق رسالة عبر الواتساب، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، عبر النت، أيًا كانت وسيلة اتصال علم المدعى عليه بها تنعقد خصومة التحكيم. طب أنا لازم أسلم طلب التحكيم دول لمحضر عشان يروح يعلنه؟ لا، يجوز إن أنا أبعته بنفسي، يجوز إن محامي بتاعي يبعته بصفته وكيلاً عني، يجوز إن أنا أبعته له عبر وسائل التواصل الاجتماعي كما ذكرنا. التشريعات الحديثة كلها حرصت على تبسيط إجراءات الإعلان في خصومة التحكيم حتى يؤتي حكم التحكيم ثماره التي أراد المشرع إعمالها وإيجادها من خلال اللجوء إلى التحكيم. ببعت له طلب التحكيم هذا على محل إقامته ماشي، على محل شغله ماشي، في يوم أجازة رسمي ماشي، في بعد ساعات العمل الرسمية يجوز. كل هذه أمور استثناها القانون التحكيم من القواعد العامة في قانون المرافعات. طيب، أعلنت الخصم بدعواية وبطلبي بلجوء هذه باللجوء عن لهذه عن لحل هذه المشكلة، فندخل في نقطة أخرى، حضور الخصوم وغيابهم. أنا خلاص حددت المحكم وأعلنت بطلباتي في الدعوة، يا ترى لازم الخصوم يحضروا قدام المحكم بنفسهم عشان يتم الفصل في هذه القضية؟ المحكم بما يقدمه الأطراف من مستندات، فيمكن أن ترسل إلى المحكم مستندات القضية ويصدر فيها حكم دون حضور الأطراف، فلا مجال لإعمال قواعد الشطب مثلا لغياب أطراف الخصومة. كل ده من باب تبسيط الإجراءات. فلا يعرف قانون التحكيم مسألة شطب الدعوة، ولكن إذا رأى المحكم أنه يجب دعوة طرفي الخصومة إلى جلسة أو إلى نقاش يضرب أجلاً ويعلن كل منهما للحضور للاستفسار أو الاستساق من معلومة ما أو الاستساق من مستند ما مقدم. أين تعقد جلسات التحكيم؟ في محكمة معينة كده لازم المحكم ده يكون موجود فيها، ولا يجوز عقد جلسات التحكيم في أي مكان؟ يجوز عقد التحكيم في أي مكان يحدده الأطراف، زي ما قلنا في بداية الكلام أن إرادة الأطراف هي دستور عملية التحكيم. يجوز إن احنا نقول هنعقد جلسات التحكيم في فندق، يجوز أن تعقد في مكتب محامي، يجوز أن تعقد عن طريق الإنترنت، أي طريقة يتفق عليها الأطراف في إدارة وعقد جلسات الخصومة التحكيم. قبل
أن يتم حجز دعوى التحكيم للحكم يجب على هيئة التحكيم أن تعلن الطرفين بحجز الدعوى للحكم أو حجز خصومة التحكيم لإصدار قرار فيها لتمكين كل منهما في تقديم دفوعه أو مذكرته الختامية كما نسميها في قانون المرافعات. هل يعرف نظام التحكيم نظام الوقف الذي تخضع له الدعوة في قانون المرافعات؟ لا يعرف نظام التحكيم نظام الوقف الذي الوارد في قانون المرافعات إلا في حالة واحدة، وهي حالة اتفاق الطرفين على أن يتم وقف إجراءات التحكيم لحله مثلا بطريقة أخرى أو لتقديم مستندات كذا أو كذا أو كذا، فلما عملية كلها يحكمها الإرادة التي يتجه إليها الطرفين. كذلك هناك في قانون المرافعات العوارض المنهية للخصومة، هل يخضع حكم التحكيم وهل تخضع إجراءات المحاكمة في التحكيم؟ الأستاذ اللي بيتكلم فوق من فضلك. بعد إذنك التزم بنظام القاعة لو سمحت، لو سمحت التزم بنظام القاعة، لو سمحت التزم بنظام القاعة من فضلك. وصلنا إلى مسألة أن العوارض المنهية للخصومة لا يعرفها قانون التحكيم، وتنتهي الخصومة في التحكيم بأمرين اثنين. إيه الأمرين اللي هو ممكن تنتهي بهم خصومة التحكيم واللي مش منصوص عليهم في قانون المرافعات؟ الحالة الأولى هي أيضا اتفاق الأطراف، إرادة الأطراف، والحالة الثانية هي عدم إكمال هيئة التحكيم لمهمة التحكيم. إذا وصل المحكم أو المحكمين أو المؤسسة اللي بتحكم الموضوع إنها مش عارفة تتوصل لحل في هذا الأمر، سواء كان راجع هذا الأمر إلى أطراف الخصومة أو إلى استحالة تقديم المستندات أو غيرها، هاتان هما الحالتين اللتين تنتهي بهما خصومة التحكيم. اتفق الأطراف خلاص، احنا هيئة التحكيم متشكرين واحنا كده مش عايزين نكمل في موضوع التحكيم، او ان الهيئة بعتت للأطراف ان هم يقدموا لها مستندات والأطراف ما قدموش مستندات، فبالتالي تفشل هيئة التحكيم عن انهاء مهمتها فتنتهي بذلك مهمة هيئة التحكيم. هناك إجراءات يجب اتباعها في هيئة التحكيم خاصة بالدفاع والدفوع، دوري كمحامي أو وكيل عن المدعي طالب التحكيم، وهل يجوز فيه التدخل والإدخال وإدخال خصوم جدد، وهل الدفاع ركن من أركان العملية التحكيمية، وهل الإخلال به يوجب نقض الحكم أو لا؟ كل هذه الأمور نلتقي بكم إن شاء الله في محاضرة أخرى لنستكمل فيها.